سنتعرف اليوم على أسرار البحر في منتجع جزيرة ديسكفري كوف، وسنزور مركز كينيدي للفضاء، ودائماً في أورلاندو الأمريكية. هيا بنا. ديسكفري كوف في أورلاندو هي واحدة من مناطق الجذب السياحي المميزة في الولايات المتحدة، إذ يمكن للزائر خوض تجربة التعرف على أسرار البحر في محيط منتجع الجزيرة، وكذلك السباحة مع الدلافين. Here we go. يمكن أيضاً الغوص على طول الشعب المرجانية، وأنصح بالغوص برفقتي غواص محترف، وعدم لمس الشعب المرجانية أثناء التجوال تحت سطح الماء. يمكنك عزيزي السائح الاسترخاء في أجواء استوائية وإطعام الطيور الاستوائية هنا، ويفضل الحجز المبكر خلال موسم الذروة لتجنب الانتظار الذي قد يكون طويلاً أحيانا. نحن الآن في مركز كينيدي للفضاء، فرصة التجول واستكشاف مركز نازا والتعرف على مراحل إطلاق وهبوط الصواريخ من وإلى الفضاء الخارجي، إذ تقام هنا عروض حية توضح طريقة عمل الصواريخ. يمكن مقابلة أحد أعضاء فريق رواد الفضاء في وكالة نازا، وذلك بحجز موعد مسبق عبر موقع المركز أو الطلب مباشرة من إدارة الفندق الذي تقيم فيه. من مركز كينيدي للفضاء، ليث بزاري، العربية، أورلاندو، فلوريدا.